المجرمين كانوا رح يقتلوني يا فريال. هالدم هاد كان ممكن يكون دمي. سلطانة هيام اهدي، خلينا نروح من هون. يا لطيف سلطانة، هن كان قصدهم يقتلوني إلي أنا يا سلطانة. روقي شوي فريال، احكي لي فورا شو اللي صار. مولاتي أنا كنت بالحمام والسلطانة هيام كانت بجناحها، وأنا وبالحمام سمعت صوت الصراخ وأجيت شفت نورهان غرقانة بدمها. مقتولة؟ هيام حاجة بك، خلص اهدي شوي، خدي الولاد وروحي على جناحي فورا. درة انت هلأ روحي شوفي لنا وضع نورهان، وكمان ابعتي حدا لعند ناهي الدوران ومصطفى ليطمنوا عليهم. يلا هيام اهدي، ما بصير هيك، هلأ أولادك بخافوا، انتو هون بأمان، ما حدا بيتعرض لكم بجناحي. بدي شوف مولاي السلطان، أنا لازم أعطيه خبر. مو هلأ، ما بصير تروحي تفيقيه بهالوقت وتشغلي باله، نحن الصبح منروح ومنعطي خبر. فريال طلعي لعند الحراس قولي لهم ما يتحركوا من قدام باب الجناح طول الليل. سلطانة، نورهان عايشة. الحمد لله. الحكيمات عم يعملوا كل اللي بيطلع بإيدهم بس وضعها مو منيح. رحت اطمنتي على ناهي الدوران ومصطفى؟ ايه هلأ رحت اطمنت عليهم، نيناتهم نايمين، واضح انه ما سمعوا اي شيء. اللهم لك الحمد والشكر. ست درة الكل بده ينام هون. كيف وضع طمنيني؟ عملنا يلي بيطلع بإيدنا يا سلطانة، والباقي بإيد ربنا وحده. ماريا، آخ يا رفيقتي الوحيدة، ما تتركيني لحالي، لا تخلي أعدائنا يشمتوا فينا. شو بها هي؟ وقعت مبارح عن الدرج وتكسرت. كوسر، شبك مرعوبة؟ أنا وقع عن الدرج مثل ما قالوا لي. لا 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 يا مسكينة، وشلون وقعتي؟ والله ما بعرف شلون، تفشكلت وقعت على وشي وغبت عن الوعي. يلا يا بنات خفوا ايدكن. الجناح رجع نظيف يا سلطانة، شوي وبيخلص. منيح. نورهان كيف صارت سلطانة؟ والله نايمة مثل الميتة هالمسكينة، بجوز انها تموت بسببي انا. ايه صحيح، شفت كوسر كمان عند الحكيمة، وشها مليان جروح وكدمات، وعم بتقول انه وقعت عن الدرج،
بس كذابة. روحي وشوفي لي شو قصة هالوقعة. بظن إنه في سر خطير وكبير ورا هالوقعة هاي. السلطان سليمان المعظم. هيام. سليمان. في حدا عم يحاول إنه يقتلني جوات جناحي وبقلب تختي كمان. أنا عرفت بكل شي صار. بدي إياكي تهدي هيام. نحن مبارح نمنا بجناح السلطانة الأم وانبسطنا كتير. والله؟ أنا نمت عند تيتا السلطانة وحكت لي قصة. لكان هاي الليلة رح نام عندكم وبحكي لكم قصص كتير، موافقة؟ أنا بدي أتعلم القراية والكتابة مثل أخي مصطفى. برافو عليك. يلا حبيباتي، أسمى رح تاخدكم. هيام. ما بدي اياكي تقلقي. وحياتك انا رح دور على هذا الشخص اللي عمل هالشي وعاقبه قدام الكل. بكفي انك تكون جنبي وانا ما بقى خاف من اي شي. يا ريت ما تركتك امبارح بالليل، كان هالشي ما صار. في إلنا اعداء كتير يا مولاي، عايشين هون بيننا بهالقصر، بس للأسف ما منعرفه. شو حلوين وهني نايمين مثل الملائكة، الله يحرسهم ويحميهم. يلا هيام لازم تنامي انت كمان. شلون بدي نام والقاتل عم بيصول ويجول بالحرم لك؟ لا تشغلي بالك، أخذوا كل التدابير. نسياني انه انا بقيام معكم؟ املي الوحيد هو نورهان، ان شاء الله بتصحى وبتطيب باقرب وقت. بلكي اللي ساوى هالشي بتكون شافته. سليمان أنا مو مطمنة، برأيك مين سوى هيك؟ إذا متت مين ممكن يستفيد؟ مين هدول يلي بيكرهوني كل هالقد؟ ما اكتفوا بالسم، بدهم يقتلوني. لا توجع راسك هيام، لا تفكري بهالشغلات. يلا نامي. سلطانة؟ فريال وينك ما عم تبيني؟ كان عندي شغل وهي جيتي من عند نورهان. لا تقولي لي إنه ماتت. نشكر الله ونحمده نورهان بخير. الحمد لله. يلا خلينا نروح نشوفها. المجرم شافته؟ والله ما قالت شي أبدا. أسمى انتبهي على الأولاد. يلا فريال امشي. نورهان خانم، ألف الحمد والشكر لك يا ربي إنك شفيتها. نورهان كل الليل وأنا قاعدة عم بدعي لك، والحمد لله دعواتي انقبلت.
نورهان، انت شفتي اللي سوا فيكي هيك؟ قولي، لازم يتعاقب. هو يا انا شفته، ما بعرف. شلون صرتي كوثر؟ صرت احسن يا سلطانة. سلطانة، جاريتك كتير مقهورة طبعا، لأن هالمرة ما نجحت. انت شو بتقصدي؟ حاجة تفتري على كوثر؟ يعني مو ملاقية غيرها تتهميه؟ شلون بتتهمي واحدة بريئة؟ انت ما عندك ضمير بنوب؟ على طول بس بدك تأذي كل الناس اللي حوالي. سلطانة، يا ريت تروقي، لا تصرخي، لا تعلي صوتك، هون في مرضى. ما شاء الله صرتي ملاك الرحمة. انت من امتى بتحسي بالناس او بوجعهم؟ طول الوقت عم تظلمي الناس، الكل بيقول عنك مفترية. سنبل، ست فريال، خدوها للسلطانة هيام من هون فورا وبسرعة. لو سمحتي طولي بالك. سلطانة، خلينا نمشي. تفضلي سلطانة. يلا. مريم، كلي. محمد، كول. انت شو اللي صاير لك؟ يلا. فريال وين غاطة؟ ما بيكفي اللي صار بنورهان؟ ليش ما عم تجي لهون؟ وظفوها رئيسة خدم مولاي السلطان. شلون يعني؟ ما فهمت، شو شغلتها؟ يعني هي المسؤولة عن الكل هون طبعاً، بعد السد الرخان ومسنبو الآغا، وصار مطلوب منها شغلات كتير. يلا مريم. مين يلي وظفها؟ مولاتي السلطانة الأم هي اللي أمرت بهذا الشيء. غريب، شو اللي عم بيصير؟ أسماء، ناديلي لفريال. سلطانة، حضرتك طالبتيني؟ من اليوم يا فريال ما عدتي موظفة عندي هون. سلطانة، أنا سويت شي؟ قالوا موصفينك رئيسة الخدم، صح؟ مظبوط. ليش ما قلتي لي؟ نسيت على قد ما صار مشاكل هون. طيب شو عملتي حتى رفعوكي فجأة؟ أنا ما عملت شي سلطانة. بتعرفي هون كل يوم عم تصير حادثة شكل، ومشان نظام الحرم لك السلطانة الأم أمرتهم يوظفوني. ايه، بهالحالة كل شاردة واردة حتنقلي لي اياها، مو هيك؟ يا روحي شو اشتقت لكم؟ انتو اشتقتوا لي كمان؟ انا ما عم يجيني نوم قبل ما زوركم وشوفكم. يا حلوة انتي. وانت كمان حبيبي. خير ست فريال، شوفي. ولا شي سلطانة،
لكن ليش اجيتي؟ كنا بدنا نروح انا والسلطانة على الحكيمة. هلأ مو وقته يا ست فريال. شو يا حبيبتي، شو يا قمر؟ إذا احتجتي شي خبريها لدرة بتلبيكي فورا. شكرا مولاتي، نحن تشرفنا كتير اليوم بزيارتك. أسماء تعالي، الأولاد كتير داخلهم، خديهم طلعيهم على الحديقة وبعدين قليلة للست فريال تجي لعندي. يلا بسرعة. ها تعي فريال. شو صاير لك فريال؟ اجيتي قبل شوي وكان في بتمك حكي، شو كان بدك مني؟ ما في اي شيء مهم سلطانة، ما حبيت اعطيك اياها بوجود السلطانة الام. شو هي؟ ليو افندي قال بعت لك هالرسمة. رسمة؟ والله انا هيك قال لي، قال انتي طالبتيها. اي صح مزبوط، انا طلبتها منه. طيب صار فيكي تروحي. أليكس حبيبتي وروحي، يلي طلبتيه مني رح ساويه. أنا رح روح على المكان يلي عشقتك فيه، بس اسمحيلي شوفك لآخر مرة قبل ما روح. اعملي هالشي مشاني، مشان الشخص يلي رح يحبك طول عمره ورح يضل حزين وعم يبكي عليكي لحتى يموت. بكرة رح استناكي عند الحنفية البيضة اللي بالحديقة الخاصة. يا ربي دخيلك ساعدني، انا هلا شو بدي اعمل؟ سلطانة جيت اسألكن اذا بدكن اي شيء. شكرا. سلطانة الام والسلطانة ناهد دوران هن بالحديقة الخاصة، بدك تروحي لهونيك؟ لا، لكن خلينا نروح على تراسك، الجو كتير حلو. أنا بدي شم شوية هواء، ضايق نفسي. التراس جاهز، خليوني بعتولك السفرة لهنيك. لا ما بدي، بدي أطلع على الحديقة. إيه مو على أساس ما بدك تروحي؟ يا ريت ما تروحي، هلأ بتنزعجي. السلطانة ناهد دوران بتحكي لها هلأ شي كلمة وبتعصبك، ما في داعي لهالروحة. ابعد عنهم، ما بروح لناحيتهم وخلصنا. سلطانة كأنه نورهان مصحصحة، شو رأيك نروح نزورها؟ مو ملاحظة أنك صايرة عم تحشري حالك بكل شي يا ست فريال؟ بعدي من طريقي.
يا الله شو بدي ساوي؟ اتركها. بس اسمحيني شوفك لآخر مرة قبل ما اعملي هالشي مشان الشخص يلي رح يحبك طول عمره ورح يضل حزين وعم يبكي عليكي لحتى بكرة رح استناكي عند الحنفية البيضاء بالحديقة الخاصة. درة بعتي الجواري خليهم يجيبوا لنا عصير بارد. مولاتي سلطانة، وقت اللي سمعت انه انتو بالحديقة قلت بجي بشوفكم. اتفضلي قعدي هون. هيام يا ريتك جبتي الاولاد معك. بنقول لهم يجيبون تكرمي. سلطانة فريال كأنك عم تراقبيني. معقول ساوية؟ لكن شو؟ ليش كل لحظة عم شوفك؟ أنا من خوفي عليك عم ضل وراكي، ولأني خايفة عليك من الموجودين بدي أعرف وين رحت. رحت لعند السلطانة الأم وأنا وقاعدة، إجا كمان لهنيك السلطان. نشكر الله منيح. إبراهيم باشا والسلطانة خديجة بكرة المساء بدهم يستضيفوا السنيور كريتي وأخته بقصرهم. إذا بتحبي تجي تتعرفي على السنيور كريتي وعلى أخته. إيه أكيد بروح، والله حابة أتعرف عليهم. ليو أفندي خلص رسم الصورة، إبراهيم بكرة بده يقدم لي إياها. إبراهيم كتير معجب بالصورة، إذا مثل ما عم بيقول لازم نكرمه لليو أفندي ونعطيه مكافأة كبيرة. جلالة السلطان سليمان المعظم. هوبا. ست الكل، شو شايف وشك مورد اليوم؟ شفتك حبيبي، كمان اطلع كل يلي بحبهم هون جنبي، شو بدي أكتر من هيك؟ عم فكر إذا بنتعشى اليوم هون كلنا مع بعض. خليها لبكرة لأنه اليوم رح نكون بقصر إبراهيم باشا. إيه بصير. أنا انشغلت بالولاد يا مولاي ونسيت أنه بدنا نروح، لازم روح جهز حالي. نحن ما رح نروح معك؟ اليوم رح يجوا أولاده لزعيم البندقية، يعني مو عشا عادي، هذا بخص أمور الدولة. رح تجي اخته للسنيور كريتي وهيام رح تهتم فيها. عرفتي شي اذا لاقوا اللي عمل هالعمله؟ لسه مو مبين، بس اكيد القاتل متخبي بشي مكان. طمنيني كيفن اولاد السلطان مريم ومحمد؟ اشتقت لهم كثير هيام. كثير مناح، وعم يستنوكي لتطلعي لأنه نشتاقوا لك.
سلطانة؟ شو اللي جابك يا أفندي؟ أحكي. اجيت لحتى خبر حضرتك إنه الفستان صار جاهز. غريبة، من أمتى أنت بتهتم بهالأمور يا سنبول؟ ليش هالحكي؟ أنا دائما بخدمتك يا سلطانة. كتير منيح هلأ صرت عن جد تفهم شلون تدور على مصلحتك. السلطان سليمان المعظم. هيام كيف؟ طمني، عجبتك؟ انتي قمر حياتي اللي عم تضوي كل الليالي، يوم عن يوم عم تحلي وعم تصيري اجمل. صار وقت الروحة مولاي. ايه صح، بس فينا نأجلها. شو قلتي سلطانة؟ سلطانة خديجة عم تقول إنك رح تعرفنا على هذا الرسام. إيه طبعاً طبعاً بعرفكن عليه. حضرة مولاي السلطان سليمان المعظم. مولاي السلطان سليمان، يشرفني أقدم لجلالتكم أختي مونيكا تيريزا ولحضرة السلطانة كمان. سلطان سليمان، إئمو غراندون وريفاري لفوسرا كونيشنسا. مولاي السلطان، مونيكا تيريزا عبرت عن فرحتها بلقائكم. أهلاً وسهلاً. سلطانة، سينيورا مونيكا تيريزا مو كتير بتعرف تحكي لغتنا، بس أنا رح ساعدها لحتى تتعلمها. بيسعدني إنك تتعلمي لغتنا يا سينيورا تيريزا، هلأ صار عندك أفضل أستاذة. مولاي شو رأيكم تتفضلوا على العشاء؟ مولاي، حابب أقدم صورة جلالتكم قبل ما نبلش بالعشاء. يلا ورجيني إياها. مولاي إن شاء الله تكون عجبتكم. حلو كتير. شو رأيك هيام؟ بتجنن، حلوة كتير. إبراهيم باشا، خلي لي والرسام بكرة يجي لعندي على القصر، أنا بدي أتشكره بنفسي. للأسف ما بيقدر يجي لأنه سافر. كيف يعني؟
لوين سافر؟ على روسيا، الأرض اللي عاشت فيها حبيبته. وبعدته؟ هيام سلطانة ساكن بالهرم لك مزبوط؟ متزوج سلطان سليمان؟ وعندي منه 3 أولاد. الاثنين هن المهمين. 2؟ شو قصدك 2؟ يعني برنس. السلطان عنده 3 أمراء، بس واحد منهم بيكون ابنه من السلطانة ناهد دوران. هو عنده زوجات كتير؟ لأنه بيحكوا في 100 زوجة لحضرة سلطان. هذا حكي مزبوط؟ لا، مو صحيح الكلام. أي حاكم بالعالم عنده نساء كتير؟ أنتو ما عندكن؟ بندقية ما في، كنيسة بتمنع هذا الشي. بس أنتي وأخوكي ما نكون من نفس الأم، كيف صار هالشي؟ بابا تبع أنا تزوج 2 مرات، بس الكنيسة بتمنع أنه الواحد يتزوج 2 مرات، ما هيك قلتي؟ ماميتو تزوج بالكنيسة مزبوط، بس ماميتو لألفيس مو هيك. معناته أبوكي عايش مثلنا. كيف يعني؟ لوين سافر؟ على روسيا، الأرض اللي عاشت فيها حبيبتي. هلأ أنتي يا سلطانة ملكة؟ عنا هون ما في ملكة. أنت شو اسمك؟ صادقة. أنت بتكون للسلطان سليمان جارية؟ كل النسوان اللي بالقصر بيعتبروا من حريم السلطان. هذا كتير، كيف بيتحمل؟ أنا كمان مو متحملة. طيب إبراهيم باشا عنده جواري كمان؟ لا. بس أنتي؟ لوحدك؟ مزبوط، بس أنا. وإذا فكر بوحدي غيري بطلقه. السلطانة، من بعد إذنك أنا حابة أطلع لبرا شم شوية هوا. ماشي هيا، منطلع كلنا. دستور! نحن صار لازم نمشي. لا تروح مولاي، خليك سهران معنا الليلة. مرة تانية يا خديجة، أنا كثير بتشكرك على الاستضافة الحلوة لإلني. أنا بتشكرك كمان. فعلا هاي الليلة كانت مميزة إلنا كلنا. سنيورا تيريزا، أنا حابب أدعيكي لقصري لحتى تتعرفي على السلطان الأم. شرف كبير كتير سلطان. إبراهيم باشا، في شي لازم إني أحكي معك بأسرع وقت. هلأ تأخر الوقت،
خلينا نأجلها للصباح، بكرة منرجع منحكي. يلا هيام. طيب ماشي، تصبحوا على خير. لا أنا ما دخلني. مولاي كيف بتتجري؟ كيف قدرتي إنك تخونيني؟ ما خنتك مولاي، أنا بعشقك، أنا حبيبتك وأم ولادك وجاريتك. ما عم بقدر صدق يا هويا، وماني طايق شوف وشك بعد اليوم، ولا بدي حتى أسمع صوتك. سلطانة، 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 حدا يساعدني، السلطانة هيام وقع على الأرض. خير، شو طلع مع السلطانة؟ كله خير بإذن الله، السلطانة هيام حامي. ما سمعت عيدي؟ انتي حامل؟ يا ما شاء الله، السلطانة ما عم تمرق سنة عليها بدون حبال. لشو البكي؟ ما فرحتي بهالشي؟ طبعا فرحت، هي دموع الفرح مو أكتر. صباح الخير. الله يجعله خير إن شاء الله. أنت مريضة؟ صاير معك شي؟ حاسة إني تعبانة شوي، كل الليل عم شوف كوابيس. السلطانة الأم حابة إنها تشوفك، بس إذا بدك بقلها إنك مرضاني. لا هلأ بقوم، في شي لازم خبرها إياه. أصلاً ما بصير ضل لوقت طويل بالتخت. صباح الخير مولاتي. أهلين، تفضلي عادي. في شي يا مولاتي؟ قال أنتي طلبتيني. أنا وخديجة وناهي الدوران رح نطلع نقعد بالقصر الرخامي، تعالي معنا. كنت بتمنى بس أنا تعبانة. من امبارح وأنتي مو منيحة هويام، فيكي شي؟ معدتي مو منيحة وجسمي مخدر وعم دوخ. خلي الحكيمة تفحصك. الحكيمة فحصتني يا مولاتي، وبشرتني إنه أنا حامل كمان. ما شاء الله، هاي خبرية حلوة كتير. إن شاء الله بتقومي بالسلامة. ألف مبروك، إن شاء الله بتقومي بالسلامة. ديري بالك على حالك وارتاحي.
السلطان عرف بالخبر؟ لا لسه، بس ارتاح شوي رح خبره. بتعرفي ما حلوة احكي معه وانا تعبانة. طيب نامي منيح وارتاحي، نحن بدنا نروح على القصر الرخام. دربعتي ورا شكري آغا، خلي يدير باله على هيام ويطبخ له أكل منيح. من هلأ لازم تصير تتغذى. طيب لكان بالإذن منك. سلطانة، أنا كنت عند نورهان هلأ، وضعها كتير صار منيح، قلت لطمنك، وصار سنبل يهتم فيها كمان. فريال، السلطانة الأم طالعة مع خديجة وناهد دوران على القصر الرخامي، خليهم يجهزوا لي العرباية بعد ما يروحوا، لأني بدي روح على قصر السلطانة خديجة. بس كأنك قلتي إنه السلطانة خديجة هون. عملي مثل ما قلتلك. سلطانة، بس فيني أسألك، ليش بدك تروحي؟ كلهم هون. في إلي شغل مع إبراهيم باشا بالقصر، وأنتي رح تجي معي. سلطانة، فوتي. إبراهيم باشا، أنت خليكي برا. تأمر يا باشا. اللي شو عرفت؟ أنا هلأ صرت بعرف الموضوع كله يا هويام، كل شي. مثلاً بطفولتك حبيتي لليو، وإجا من روسيا لهون ليدور عليك. أنت كيف يا إبراهيم باشا بتصدق كل هالكذب؟ ما بتعرف إنه مولاي السلطان رح يتضرر كتير من هاي القصة الملفقة؟ هيك خبرية يا باشا رح تجرح قلب السلطان. وفري هذا الحكي لأنه ما رح يفيد، لأنه ما حدا عم يفتري عليك. القصة مزبوطة والحقيقة انكشفت فلا تكذبي. سمعت القصة بالكامل من تمه لليو. هالقصة مو مزبوطة، انت اخترعت هالقصة لحتى تنتقم مني وتضرني، لأنك ما حبيتني وما احترمتني أبدا. فعلا انت شيطان. قرب ليو. ما
وأخيرا لقيتوا بعضكم. لسه حابة إنك تنكري؟ السلطانة مالها أي زلم، أنا وحدي المسلم باشا. خلينا هلأ نحكي عن الرسائل وعن اللقاءات والمواعيد كمان. المفروض إنك بتعرفي تمن هالعملة مو هيك؟ أنت شو بدك مني؟ الموت ناطرك يا هيام، وما راح يكون إليك أي مهرب، لأنه بس ينفضح السر السلطان سليمان مستحيل يسامحك. والعقوبة مو بس لإلك، حتكون لأولادك كمان. ببساطة رح يقتلوهم كلهم، لأنه ما بيصير نترك أولاد وحدة مثلك عايشين. لا ما بصير، مو صحيح. بصير. أصول وتعليمات السلطنة هي اللي بتحكم يا هيام. العفو ممنوع. سامحيني يا سلطانة، ما كان لازم ضل هون، كان لازم إني أرحل. هذا مو ذنب بنوب. إبراهيم باشا، أنا ما غلطت أبداً ولا يمكن أعمل هالشي. أنا مستعدة أحرق حالي قبل ما أخون السلطان، لأنه روحي معلقة فيه، هو أبو ولادي وحبيبي. ليه نسيته ومانه موجود؟ لو بتضلك تحلفي من هلأ لبكرة الصباح ما حدا حيصدقك. نادي على الطباخ قل له يجيب عصير بارد للسلطان. سمو السلطان وصل وعم ينتظر بالحديقة. هالشي مانو صح. تعالي وتطلعي. صدقتي؟ مو وقت هلأ هيام خانو. شفتي إني ما عم بكذب؟ تعالوا لهون. هذا واحد من أقوى السموم، مفعوله كتير قوي وسريع. بالأول بيشل الحركة، بعدين الرئتين بينفجروا وبيصير الدم يطلع من التم، وهيك بتختنقوا بالدم اللي بيحشاكم.
قلت لك مالك مهرب. لا ترحمني إلي، بس بترجعك ارحم ولادي. حذرتك من زمان بتتذكري؟ وقت قلت لك مسموح تطلعي لفوق، بس لازم تخلي رجليكي على الأرض. شفتي وين وصلتي؟ لأنك ما سمعتي كلامي. باشا، اتركها تروح. أنا مستعد موت. يا ريت تخرس وما تحكي، تزعجني. وهلا انت رح تقرري مين بده يطلع من هالغرفه يا هيام خانو. قرري بسرعة. I'll let you.